ضيفنا لليوم هو شاعر شعبي جماهيري بامتياز، أمير في قلوب المصريين والعديد من العرب، سفير للفقراء، وهو أحد ثوار الكلمة. قال عنه الشاعر الفرنسي لوي أراغون إن فيه قوة تسقط الأسوار بالغناء. أما الدكتور علي الراعي فوصفه بالبندقية، والرئيس الأسبق أنور السادات وصفه بالشاعر البذيء. هو من مواليد أيار 1929، عاش شتى أنواع القهر والبؤس، وعمل في المعسكرات مع الإنجليز في مهن متعددة، وألف أول ديوان شعري وهو خلف القضبان اللي قضى وراءها أكثر من 18 عام. هو نفسه اللي كتب أحلف بسماها وبتربها، وهو اللي قال للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: يا ريس علي الطلاق، إحنا تعبانين وإنت كأنك ما فيش. بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا اليوم بحلوة يا دنيا الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح عمان الجميلة. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك عم أحمد، نورتنا في بلدك. ربنا يخليك يا فؤاد. إن شاء الله يعني أنت ضيف طيب، ضيف فلاح بسيط، نعم، ضيف رائع إن شاء الله على بيوت كل الأردنيين اللي يشوفوك اليوم. أنا بحب الشعب العربي كله، الأردن بالذات. أنا فوجئت بعمان. صح. كنت هنا تقريبا من سنة. أنا بس تهيألي إن عمان دي بكتير واحدة بقى زي القاهرة. القاهرة قارة مش مدينة، بس مش نظيفة. فوجئت بعمان، اتخذت بيها. أنا ممكن أتخذ مثلا ببيروت، بدمشق العتيقة دي، نعم، بالجزائر، بوهران، بكازابلانكا. انما اخر حاجه كنت اتوقعها عمان. وانا بقول لك يا بنتي يا زوزه، يا بنتي هاتي عيال اصحابك كلكم تعالوا زوروا عمان، شوفوا البلد الجميله دي والشعب الجميل ده. وانا برفع دلوقتي يعني صوتي لجلاله الملك اللي انا حبيته، لان احنا في مصر من محاسيب اهل البيت طبعا 100%. واهلا وسهلا فيك دائما سيدنا الحسين. انا من مجازيب سيدنا الحسين. بنتي نواره دي اللي كسرت الدنيا في الثوره دي، تروح تلاقيها قاعده في سيدنا الحسين بالليل ما بتعملش حاجه غير انها بتتكلم معاه. فيا ريت جلاله الملك الحسين حفيد الحسين يلغي حكايه الفيزا اللي بين مصر والاردن دي، خلي الشعب بدون فيزا يخش ان شاء الله. ليش لا؟ ان شاء الله. الله كريم. ده طالب انا بقدمه له، اكيد هو هيسمعه اكيد وهيشوفه. احنا بنحبكم واحنا شعب واحد واخوه. فيزا ايه ونيله ايه اللي عملها الاستعمار ده؟ ان شاء الله تروح الفيزا من كل البلاد ان شاء الله. ان شاء الله. انت حكى لنا انه عمان ذكرتك بالقاهره لما كانت أصغر شوية طبعا مساحة بعدد سكان أيام الملكية مثلا، يعني نظيفة هيك وصغيرة علاقة يعني. بالملك، الملك أو الرئيس، نعم. يعني القاهرة كان أيام الملك فاروق كانت زي عمان كده نظيفة وجميلة. وهو كان أفندينا إسماعيل باشا الخديوي ده قال إنه هيعمل لمصر قطعة من أوروبا. وعملها أجمل من أوروبا. صح. الله. أنا شفت بقى القاهرة وهي أجمل من باريس. فكانت تحفة. احنا دائما بنقول انه مصر حلوه وكل العرب بيحبوها بناسها وبشعبها الطيبين وبالمبدعين اللي زي حضرتك. يعني بالفعل اللي دائما حاملين الجنسيه المصريه طبعاً. ورافعين راسنا كعرب بشكل عام. انت اكبر مثال على هيك. احنا عرب. انت دائما متفائل عم نجم، صح؟ طبعا. مصر رجعت تضحك اليوم وبكره وبعده. الست المصريه تقول لها صباح الخير تحبل، مساء الخير تولد، من غير حد يكلمها. ايوه. يبقى ما تتفائليش ازاي؟ لازم تتفائلي. الام الولود دي اللي كل يوم تجيب لك تعالي شوفي العيال اللي عملوا الثوره في مصر. عيال صغيرين دعدع كده ومن 11 ل 15 سنه. والعيل فيهم عارف ابليس مخبي ابنه فين، ما تضحكيش تضحكي عليه. انا كنت طويل كده وهبل عندي 16 سنه كنت اجري خش تحت اللحاف لانهم بيقولوا لي ابو رجل مسلوخه. تقول له هجيب لك ابو رجل مسلوخه اجري. يخوفونا في ابو رجل مسلوخه. مين ابو رجل مسلوخه ده؟
تعالي اتكلمي مع عيل من دول بتوع الفيسبوك دول شياطين. ربنا يحميهم يا رب ويخليهم. بس بطريقه ايجابيه بتحبهم انت صح؟ ماني بحبهم، بعبدهم مش بحبهم. هم دول الامل ودول بكره بتاعنا. فالواحد ينام ونفخ بطنه وهيصبح الصبح ان شاء الله يلاقي الوطن كله منور بالولاد دول. وانت عارفه طبعا وكل الناس عارفه الهدف الاساسي بتاع العرب تحرير فلسطين. ما نحرر فلسطين نبقى خلاص بنبقى شعب يستحق الحياه. ما عملناش ده نروح نموت بقى. بس دلوقتي ما بقتش في ايدينا حتى نطلب الموت. الولاد دول الصغيرين دول جيل زينب واللي بعدها. احنا بسوى عم احمد بسوى اليوم ننوه انه اليوم مساء راح يكون في عندك امسيه شعريه. نعم. راح ترافقك ايضا في الرقص على المسرح والاداء الفولكلوري الشعبي الراقي. نعم. فرقه الحنونه. نعم. هذا الكلام راح يكون اليوم مساء في قصر الثقافه الملكي. نعم. طبعا بترتيب واداره وتنسيق من مركز دراسات وابحاث اللاجئين بمناسبه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نعم. قرار التقسيم. نعم. فان شاء الله يعني تلغي الفيزا ان شاء الله. ان شاء الله يا لازم تلغي الفيزا ان شاء الله. ان شاء الله احنا اليوم كمان محضرين لك تقرير مش هلا رح نتابعه، رح نتابعه بالساعه الثانيه من حلوه يا دنيا من رام الله، لانه بعرف قد ايه انت بتحب فلسطين وقد ايه الشعب الفلسطيني بحبك. بحبهم بموت فيهم وهم كمان بحبوك كثير وجدا سعيدين بوجودك معنا. دعوه من الفتح. نعم. ان انا اخش اروح رام الله. نعم. اخش ازاي بالفيزا الصهيونيه؟ ابقى ده اعتراف. اوديهم الباسبور بتاعي ينجسوه بالختم الاسرائيلي. اولا انا بخونت الشعب الفلسطيني، ثانيا بعترف بوجود هذا المغتصب. ما ينفعش. لا رفضت. نعم.